طبعا من امبارح والصورة دي قلب السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض. انا عايز اقول كلمتين، عايزك تاخد الصورة دي بقى وتحطها عندك على الموبايل، ولما يجي ابونا او الخادم الفلاني والعلاني يقول لك انت ازاي داخل الكنيسة بشعرك، انت ازاي داخل الكنيسة بدقنك، ايه المنظر ده، توريها له تقول له بص اهو البابا بنفسه. يا جماعة، وانا بكلم بعض الخدام وبعض الكهنة، يا جماعة ربنا مش بينظر لشكلنا، ربنا بينظر لقلبنا، واحنا كمان عاوزين كده، عاوزين نبص لقلب الناس مش لشكلهم، مش لطريقة تسريحته، مش لدقنه، مش للوك اللي هو عامله. كفاية ان هو بيجي الكنيسة في الزمن اللي ما يعلم بلا ربنا ده، كفاية ان هو بيجي الكنيسة في الزمن اللي ما يعلم بلا ربنا ده، واللي انتوا بتعملوه وبتطردوا العيال علشان خاطر مثلا عامل لوك معين ولا بتاع، احنا ما بنعرفش نجيبه تاني. انت اللي بتعمل العصرة، سيبه، ما هو البابا اهو واقف قدام البابا، بابا البطريرك الكنيسة المصرية الأرثوذكسية وبشعره، والواد مش عارف عامل ايه. المشكلة خليه في حضن الكنيسة من صغره. هو انت في زمنك مش كنت بتعمل خنافس؟ حد كلمك؟ مش كل زمن وفي تقاليعه؟ ما تسيبه بكرة يكبر ويعقل ويتجوز، وهو عاش له يومين. لكن لما نمسك للعيال على الواحدة مش هنعرف ندخلهم الكنيسة تاني، مش هنعرف، بتسببوا لهم عصرة. سيبوا الناس، سيبوا العيال، سيبوا الشباب يفرح، سيبوا يعيش سنه. كويس ان هو بيعرف يخش الكنيسة في الزمن الصعب ده. ربنا مش بيبص على شكلنا، ربنا بيبص على قلبنا ونقاء قلبه. ممكن يكون احسن مني ومنك. يا خدام، يا كهنة، سيبوا الشباب يعمل اللي هو عاوزه واحتضنوهم. الدنيا برا صعبة، كويس ان هو عارف يخش بيت ربنا. يا جماعة